مساء العافية حمودي، خذوا القلب نورتنا الناس. اليوم مساء الخير عليك ومساء سعيدين. الخير على متابعين برنامج ليالينا من قناة دبليو وطن. كل الحب والامتنان والاحترام أكيد إلى كادر قناة دبليو وطن، وأكيد الاحترام إليك. جزيل الشكر إليك، جزيل الشكر، نورتني وكل سعيدة بوجودك انت اليوم ويانا. أنت النور يخليك يا رب. أول شيء نحب تعرفنا عن نفسك وعمرك. محمد خليل محمد، بغداد، من مواليد برج القوس 26/11/82. العمر كله إن شاء الله. فدوى القلبك، عايش ببغداد، وتحصيل الدراسي دبلوم وبكالوريوس فنون جميلة. حلو. وتخرجت 2009-2010 من الجامعة، والسنة اللي تخرجت يعني هي منها بدأ انطلاقتي الفنيه، وبدات يعني مشروعي الاحترافي بالغناء وبالفن. يا رب من نجاح لنجاح وكل التوفيق، ونشوفك باعلى المراتب للجميع ان شاء الله. ايش وقت بلشت بهذا مشروعك الفني؟ مشروعي الفني هو اكيد يعني من دراستي يعني بالمعهد وبالكليه، بس ما كنت ماخذ الموضوع باحتراف يعني. يعني هيك نقول شيء هاوي والتكتيك. لا بيه. هو مو قضيه انه أنا كنت يعني مفضل أنه أكمل الدراسة معهد، وبعد المعهد أكيد يعني هو تتجه يعني لهوايتك؟ لا، بعد المعهد أكيد أنه لازم أكمل يعني البكالوريوس، يعني أكمل دراستي الجامعية، ووراها أنه أتفرغ الموضوع الفن، أنه الفن مو موضوع أنه أنت طالبة وبنفس الوقت تحس أنه يصير لود عليك، يصير لود وبنفس الوقت يعني راح أخسر المشيتين. مثل ما أكو هواي من أصدقائي وزملائي، فركزت أول شيء على الدراسة، على الدراسة، بس بنفس الوقت أنه أنا ما يعني مهملت موضوع الغناء. أكيد يعني أنا بوسط يعني هو مشحون كل طاقات، يعني تشوفين التشكيليين وتشوفين الموسيقيين وتشوفين المصممين وتشوفين طبعا للعلم أنا خريج كلية فنون جميلة، مو قسم موسيقى يعني. لا. أنا خريج قسم تصميم أزياء. حلو. اي نعم، وبس يعني انا وبالمعهد وبالكليه يعني دائما انه احب شلون تقولين يعني احس انه عندك هاي طاقه الغناء، طاقة هي طاقة بداخلك، الغناء هي اللي بداخلي، و مو التصميم تفرغ. لا بالعكس، التصميم انا عشقي، الملابس والازياء وكل التفاصيل عشقي، بس من اريد افرغ الطاقه والشحنات السلبيه اللي عندي اكيد الجأ لو اسمع ميوزك واسمع اغاني، لو انه اغني. أول أغنية غنيتها بحياتك؟ أول أغنية غنيتها بحياتي يعني خاصة إلي لو بحياتك، أول أغنية غنيتها ما أتذكر بالضبط يعني أول أغنية شنو غنيتها بحياتي. إليك أول أغنية؟ أول أغنية إلي هي أغنية هسه شوف. سمعني شوية. سمعت منها أكيد، هي من كلمات شاعر أحمد قرجي وألحان الصديق أحمد الحلاق وتوزيع المبدع قيصر عبد الجبار. الأغنية هي كانت إنتاج 2009-2010، قلت لك أول ما بلشت الاحتراف وبلشت أنه يعني ساعة ما خلصت تاني الدراسة الأكاديمية، التجأت الموضوع الاحتراف بالغناء والاحتراف بالفن يعني. فنسمعت شوية منها. يلا. هسه شوف تنسى الخوف من تحضني كل قوتك، تدوخ تصير بعالم غير بذني، تهمس بصوتك تقل هواك ونجني مثلك كاني، وين ألقى أخذ قلبي أريد يكون هسه بنارك تحرق، تظل محروم ناس النوم، موعد حبنا ليفوت هسه تشوف تنسى الخوف من تحضني كل قوتك. الله عليك، الله عليك، تجنن.
حمودي منو كان داعمك الأول؟ يعني أكيد داعمني هو، أنت تعرفين موضوع أنه الغنى وموضوع، وبالذات إحنا يعني مجتمع شرقي وعشائري، يعني أنا بيئة اللي عايش بيها بيئة كلش طابعها عشائري وطابعها شعبي نقول مغلق، مغلق شوية إيه، فعانيت بالبداية أكيد، يعني عانيت إنه ما حد كان يساندك أو راضي كانوا ضد فكرة أنه أكون مطرب، مطرب يعني. وأني طبعا للعلم يعني أول أغنية سجلتها وصورتها أهلي ما يدرون بيها، يعني كانوا قنبلة، هي قنبلة صارت يعني، بحيث تليفونات على الأهل، يا أبا محمد مصور فيديو كليب وطالع هاي الحكي، رح تصورته وهم ما يدرون بيها، ما قال لأي أحد، ما حد يدري بس أخويا، يعني نقول العائلة بالبداية ما دعمتك، العائلة نهائيا ما كانوا مع أنه أكون مطرب أو أكون فنان، بس أخ كانوا واحد بس عندك أخويا. يا لا هم أخوان اثنين عندي، باسم، باسم ما له علاقة بموضوع أنه الفن وال يعني التوجهات التجارية أكثر مما، بس ما كان معارض أو ما معارض، معارض طبعا أكيد يعني هي الأهل ويا إيه، بس هو لا المعه ولا الضد، ما له دخل، بس الوالد وأكيد العمام وأكيد كلهم كانوا ضد الموضوع. كان داعمني أكيد يعني أخويا ثائر، أوجه له تحية، نوجه له تحية ثائر أبو ريشة، إن شاء الله يخليكم البعض، فدوى لقلبك يحفظك، هو اللي كان داعمني أكيد، وكان وياي يعني خطوة بخطوة. وأكيد يعني أساتذتي في كلية الفنون الجميلة اللي هم كانوا الداعم الحقيقي إلي، واللي كانوا نوجه تحية للعراب والأستاذ باسم علاوي، وأكيد الأستاذ نزار، وأكيد الدكتور حكمت، وأكيد أصدقائي اللي قريبين علي، يعني اللي هي سلسلة كلش كبيرة، نوجه لهم تحية، نوجه لهم تحية أكيد، وأقول لهم يعني لو ما هم بحياتي ولا ما هم كانوا داعميني ما كان وصلت للي أنا هسه بيه. من تتذكر المواقف وأنه ما حد يدري من أهلك، وشون نزل أول فيديو كليب إلك ما تضحك؟ أنا ثلاثة أشهر من البيت، ثلاثة أشهر مطرود، أي والله ثلاثة أشهر الوالد طاردني من البيت، ثلاثة أشهر أنا ما موجود بالبيت. آخر شيء الوالدة، تدرين يعني قلب الأم أكيد قلب، يعني الله يحفظ لك يا فدوى لقلبك ويحفظ لك عائلتك، فالوالدة يعني قالت له خلص ابننا راح يطلع من الطريق، معود روح جيبه، ليروح هناك ويجينا ولد يقول هذا ابننا وهذا، فوراها انه شافوا اني شنو، يعني هم بالبداية كانوا خايفين انه لا ألجأ الغير طريق، او يعني ممكن انه انت مثلا نقول نزوة فترة وتعدي فيزعل عليك، هم كانوا هم حقهم، اني كلش اعذر يعني، مو بس عائلتي واعذر اهلي واعذر، لا 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 كلش اني معاهم، يعني معاهم باللي هم الضد، اي بس هذا شيء انت تحبه، انا احبه، بس هم كانوا خايفين، ناجح بيه، هم كانوا خايفين، يعني هم خايفين، الخوف، الخوف انه اني لا الجا الى امور طريق ثانيه، طريق طريق طريق، ليش نكون واضحين يعني، خافوا هم لا الجا انه انزل بنوادي ليليه وانزل ب، وقلت لك احنا يعني مجتمع مغلق، مغلق، وبالذات الوالد، يعني الوالد مو شخصية عادية يعني. طيب من تراضيتوا؟ تراضينا وأكيد وراها. شو كانت ردت فعل أول مرة تشوفها بعد ال؟ قلت لك أني ورا ما هذه وضحت، لأنه أني يعني للعائلة ومو بس للعائلة، يعني حتى العشيرة بشكل عام، يعني إنه أني داخل للفن داخل صح، يعني مو داخل إنه للفن غلط أو محتوى ممكن صحيح، محتواي ممكن ما بيخدش لل أو إساءة إذان أو بيخد بإساءة للعشيرة أو للأهل أو بالعكس كان محتواي والشيء اللي قدمته يعني أكثر من عمل اللي قدمته شافوا أنه دي يقولون أنه الحمد لله ما طلع من الطريق، الحمد لله أنه ظل محافظ، يعني الحمد لله والشكر، قلت لك رغم يعني كله كان من جيب الخاص، رغم كانت ماكو مطاعم العائلية اللي هسه صحيح صارت بكثرة، واللي صارت كان انه لو تنزل الليل لو انه خلص تنتظر مثلا حفلة او مناسبة او حفلة او مناسبة او عرس، واللي هي قليل لسبب جدا قليل، لان اني كنت هسه وني بادي ما معروف ذيك النجومية اللي مثلا يدزون عليك بالضبط، والعالم على مود حتى يدزون انه محمد خليل، نقول الحمد لله والشكر وصلت مراحل انه كلش تأذيت مادياً وتأذيت، لازم ماكو صعود ونجاح إذا ماكو أذية، تعبت كلش، بس الحمد لله والشكر قلت لك
كانوا الداعمين إلي يعني هواي إنه استمر استمر استمر، والحمد لله والشكر أخذنا الثمرة حلوة. أخذت الثمرة والحمد لله والشكر، يعني نتاجها و يعني أنا أحس نفسي إنه فرحان فرحان الحمد لله. الحمد لله وشكره يا رب، دوم هاي الفرحة والسعادة عندك. طبعاً منو عندك من المطربين اللي كانوا أنت مثلاً تأخذ القدوة مالتك وجداً معجبة بغنائه؟ هواي. واحد منهم؟ واحد كاظم أكيد يعني. كاظم الساهر؟ طبعاً كاظم، ماجد، هيثم، وليد الشامي. ما التقيت بهم أو صار عندك عمل وياهم؟ لا ما صار يعني أكو التقاء اي واحد منهم، بس متابع اخبارهم، اتابع جديدهم اللي ينزلوا، اشوف يعني شنو الاشياء اللي دي. زين، بالمستقبل لو اجتك فرصه انه تغني ويا مطرب انت تحبه، من يا مطرب راح تختار؟ ماجد. ليش ماجد. مثلا مو كاظم؟ يعني هم يعني شايفه كل واحد وتحسين اني كاظم احب يعني كاظم انا احب اسمعه. رمز عراقي واعتبره نهر ثالث أكيد. للعراق يعني أكيد. بعد دجلة والفرات كاظم الثالث أكيد. بس كاظم يعني كاظم تحس صعب الغناء مو صعب، بالعكس، بس هو لون واني لون، لونك يعني ما يكون مثل لونه مقارب نهائيا. تحس هو يغني نفسك القصيدة، تشوف روحك ويا ماجد المهندس. هو يغني القصيدة، ماجد يغني، ممكن شرد اقول لك ماجد يغني السهل الممتنع، يغني الخليجي، يغني العربي، يغني اللي احنا نقوله اللغه البيضاء. ماجد يغني اللغه البيضاء، فما احس اني نفس ال يعني نفس المود، نفس المود، الطريقه. نفس صح. زين، شنو اغنيه تحب الماجد سمعنا اياها؟ طيب وحده سمعنا اياها. اسمعك وحده، مو وحده، هواي هنا بس يلا. انت اللي تحبها وتحسها قريبه عليك. انا احب غيره، شبين جنيت والله، أنا أحب غيره، شبين جنيت، منو يستاهل ياخذ مكانك، منو يستاهل ياخذ مكان، اتخلى عن روحي اذا عنك تخليت، بالدنيا ما عندي بس الله وحنانك، بالدنيا ما عندي بس الله وحنانك، أنا أحب غيرك، أنا أحب غيرك، أنا أحب غيرك، شبين جنيت. في دول قلبك من ذوقك. الله يخليك حمودي. أعزب. نعم. سنجل. أعزب. مرتبط. عديت لك إياها بجميع اللغات. أعزب، ما متزوج ولا نفكر حاليا بالارتباط، ما نفكر. ولا عندك ضغوطات من الأهل أو الوالد؟ طبعا جاي عاني من هالموضوع كلش. شنو السبب اللي يخليك ما ترتبط؟ يعني تخسر فان عندي زاتك حبيبة ترى. عندي حبيبة يعني حتى لصير. شوف الخوف يا ناس. لا 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 لا, لا. قال سنجل ومي. لا سنجل ما مرتبط، قلت لك ما مرتبط. بس تحب؟ أحب، نعم أحب أكيد. أها شجاعة لو خوف؟ قلت آخر شيء إنه لا، بالعكس خوف. هسه مدة تقولي لي تفكر بموضوع إنه الزواج، بس دا أقول لك لا يعني هذا يعني نقول لاغي هالفكرة حاليا من بالك. لاغيها نعم، إنه مفكر بشغلي. ما أخذ يعني نقول المرتبة الأولى، ما أخذ كل وقتي يعني عندي بالدرجة الأولى. إنه شغلي وبعد شغلي أكيد يعني عائلتي وأكيد أصدقائي وحبيبتي يعني. شلون نشوف هسه وقت حفلاتك ووقت شغلك قبل 10 سنين؟ اكو تحس تقدم بالموضوع؟ وقبل اصلا كان ماكو نهائيا. انا قلت لك قبل كان ماكو. شو وقت بلشت حسيت انه بتبلش تتغير؟ اخر تقريبا اخر 6 سنوات، اخر 5. هي دخلت لنا الثقافه يعني. هي الثقافه احنا اكيد عندنا مكتسبه. احنا مثلا بلد العراقي
يأثر عليه المحيط اللي داير ما دايره. طبيعي. فاللي أثر موضوع الربيع العربي واللي غرب وهجر هواي مثلا من اخواننا نقول السوريين واخواننا اللي اللبنانيين من اجوا. هي هاي الثقافه كانت اصلا ثقافه لبنانيه، انه بالمطاعم عندهم الامسيات وعندهم سوريا بسوريا ولبنان بالضبط. اكثر الكباتن واكثر مديرين المطاعم اجوا للعراق دي يشتغلون ويسترزقون، ونوجه لهم طبعا اكيد تحيه ونقول لهم ان شاء الله تحيه، وهذا بلدهم يرجع الثاني طبعا يرجع اكيد يعني ان شاء الله وضعهم اكيد اكيد ما ننسى فضلهم علينا يعني اكيد احنا اكيد الشعب السوري فتره من الفترات احنا كل السوريين استقبلونا اصحاب فضل اي. فمن اجوا هنا نقلوا هي هاي الثقافه بالضبط، صارت بلشت صار انه هم مدير المطعم سوري يجي مثلا، وهم نحكيها الامانه يعني هم اختصاص يعني صح. موضوع إدارة المطاعم وموضوع الكابتنية ولطيفين والونسة والطرب بالتعامل. من إجوي بلش موضوع الأمسيات بالضبط. يعني بلش أنه قام يجي أبو المطعم مدير المطعم مثلا نقول سوري أو لبناني يجي يقول له بالمطعم ليش ما تسوي مثلا أمسية أنت عندك يقترح نقول يقترح عليه، فهذا يقول له يلا نبلش. فصار أنه من مطعم صار عنده أمسية، الثاني قام يغار يحس انه هذا بالضبط. اخذ الجو اخذ الجو يعني قام يجون عالم يجون بالضبط. زبائن بالضبط. وشوفي لك مطاعم بغداد صارت على الاغلب تنافس. صحيح أمسيات صحيح فيجون يدورون مثل الاسم منه اللي عنده جمهور منه اللي يسوي اجواء منه اللي قام مثل فلان يقول مثل فلان مطعم يا ابو محمد محتاجيك. هي تصير مثلا طول ايام الاسبوع مثلا من يوم نقول الويكند العطل هو لا طول ايام الاسبوع اكيد حلو. الحفلات تكون بس اضعف يوم يكون بها هو يوم الاحد اكيد لان بدايه اسبوع وبدايه دوام بدايه دوام وبدايه اسبوع. قد تنطي حاليا رقم نجوميتك؟ ما اقدر اطي رقم. انت تحس نفسك صفر جمهورك صفر. ليش ما اطي؟ مو انا اللي اقيم. انت فنان مو انا اللي اقيم. لا مو موضوع ليش ما أقدر. ما تقدر مثلا على صفحتك على انستغرام ما شوف ايش قد عندك مشاهدين ما تقدر حتى لو عندي ما انا بالنسبه لي تواضع نقول هذا ابد لا والله وعيونك يعني مو قضيه انه تو بس ما اعرف اقيم نفسي يعني ما اعرف اقيم روحي انا يعني من واحد للعشره مستحيل ما اقدر مستحيل. معجباتك شلون تتعامل وياهم وفانزاتك على موضوع السوشيال ميديا؟ اقرب واحد للفانز واقرب واحد لجمهوره يعني ممكن اقول لك هو اني يعني حلو يعني كلش على تماس تتواصل يعني وتجاوب على الخاص الكل بدون استثناء حلو الكل بدون استثناء بدي اقول لك تواضع مو قضيه تواضع لا يعني هو اني لا ما هم لا يعني انا ما اكون موجود يعني لا ما هم اني ما انزل بمطاعم لا ما هم اني ما اكون يمك وضيفك لا ما هم يعني هم اصحاب فضل الاول والاخير اكيد هم علي هم الفانز والجمهور واللي داعمين لي يعني كله يعني لهم كل المحبه والاحترام اكيد اكيد كل الحب. اما بالنسبه للي يدخلون يحجون بالفاظ ما حلوه وانتقادات شنو ردك لهم وشون طريقه تعاملك وياهم؟ بالعكس يعني كل واحد وله وجهه نظره يعني مثل ما اكو ايجابي انا مرات احب انه يعني احب اللي يجي ينتقدني مثل انت تجين تقولي لي محمد اكو انتقاد معقول ومقبول انتقاد بناء اكو واكو يعني انتقاد تقصديني انتقاد فني لو انتقاد بصوره عامه بصوره عامه انتقاد فني انا وياه ايد يمكن اكو شيء بي مثلا انا ما منتبهت له هو يوعيني عليه صح 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 بس اكو صارت عندك فئه انتقاد بطريقه جدا محرجه ما اسمع لهم وطريقه لهم. كلش يعني ما اعرف شلون اوصل بهم مرات يجون يغلطون بالضبط هو يعني هذا اللي يعني داي اقوله بس ما حبيت انه احكي تصير انه هاي تصير يعني هسه مثلا ما نريد نذكر اسم مطعم او نذكر اي مثلا نزل بوست اليوم الفنان محمد خليل حاضر امسيه مثلا نقول او حفله يوم الجمعه بفلان مطعم تمام تشوفي ليش مثلا انه اكو تعليقات هو منو هذا هو شنو يحكون بهالطريقه اللي هم انا اقول لك مثل اللي يقول هو منو هذا واللي هم يجون ويجون ياخذون صور ويجون نفسه والله والله يعني فديهم دخلت لقيت يعني
تعليق في كلش كلام جارك. سالته قلت له تعرفني شخصيا؟ هاي قال لي من انت؟ قلت له لا عاد تعالى من انت؟ لا عاد على شنو قاصد؟ اي انا إيه؟ اسف ست راح امسحها. قلت له طبعا ما تقدر تمسحها الا ابو البيج يمسحها. الا يمسحها صح. قلت له يعني هو شخصيا الي ما يعرفني شلون؟ اي ما يعرف، فمرات اكو مع الاسف. هو هذا شلون انت ترد عليهم؟ انا بالعاده ما ارد ولا اجاوب بس لان طريقه مستفزه جدا. انا اقول لك يعني الامانه يعني اللي ينتقد واللي يحكي واللي هو ما يعرف مثلا محمد او يعرف ايناس هو منه، يعني اكو يعني انا اعرف والله احكي لك اياها، عندي اصدقائي وزملائي يعني انا الحمد لله والشكر يعني شغلي احمد الله وشكره يعني كلش خير من الله وشغلي الحمد لله زين يعني اذا على الحفلات يعني يمكن اقول لك اكثر يعني من على عدد الاصابع اللي حفلات بغداد اني وكم اسم يعني الحمد لله والشكر انهم مسيطرين على الموضوع. بس اكو ناس يعني مثلا هستوا هم بادين او يعني مره من المرات قاعد انا ويا ابو مطعم فقلت له فلان ليش ما منزله؟ والفلان انا صديقي يعني اعرفه. يعني تعرفه معرفه شخصيه؟ معرفه شخصيه. انه فلان ليش نزلته فتره ورا؟ كان يقول له مو بالبيج يغلطون عليه. طيب شنو ذنب الولد ينقطع رزقه بسبب هالكلام؟ وهذا الموضوع قلت له زين انت يعني اذا تخليك انت ورا فلان ورا فلان وناس هم دولة يعني قلت له ترى خلي ببالك اكو وانا يعني هم موضوع هذا ثاني اعرف اكو فنانين مسوين بيجات يعني باسامي بنات وباسامي اسماء وهميه على مود يعلقون روحهم ويسقطون الفئه الثانيه من الفنانين مع الاسف. مع الاسف فعلا مع الاسف. فقلت لك يعني انه انقطع رزق شخص وفنان بسبب مع الاسف بسبب انه والله دي يقول تعليقات سلبية تكون عليها أو تكون كل شجرة مثمرة ترمى بالحجارة. بس أكو ناس ما تفتهم يعني أكو كل يعني من وعقليته يعني يجيش أبو مطعم هو ما يعرف بموضوع أنه أكو تنافس وأكو وده يوقعون بها خطية هم الضحايا. أكيد أكيد. راح أسألك سؤال ما تجاوبني كلام تجاوبني بغنية. تمام. إحنا متفقين ماكو أغاني ماكو أغاني. السؤال الأول الحب. كون نصيب أنا وياك نجمة وبالسم وغيمة نسافر فوق ما نرجع نعوف الكوكب وضيع وحدنا نطي ونعلي نجمة بالسماء نخلي. أقول أكون نصير إن شاء الله. السؤال الثاني الصديق الغير وفي. نقول إيه شو تقول له؟ خلف الله على قلبي ما يخليني اعوفك يوم الما اشوفك يهد حيل ويذل عيوب الدنيا كلها بيك واني قابل. اقول له خلف الله على قلبي. زين مو هو غير وفي خلف الله على قلبك باليوم اللي ما تشوفه اي يعني ما تشيل حقد بداخلك؟ لا ابد.